جب تو بالك خارج من بحده. ها اش بيكي تو تطلبي فيه؟ تطلبي فيه ما ولا بيت؟ تو بالك خرجت من بحذيك ما تذكري روحك؟ ها اش بيهم الذر؟ طولوا الذر اش بيهم الذر؟ كيفاش كيفاش تحبوا على البنان هك؟ فوقت تفدليك ني راهي لتفدليك تو يعلم بيك الرب وانت لا وقت تفدليك تو شني شني ماكش تفدلك؟ انا بنان يا بنتي انا بنان انا بنان منين جاني ني منين جاني عندي حق البنان تو ني يا بنتي نقول لك تقول يا بنتي ما عنديش منين جاني حق البنان منين نجيبهولك نجيبهولك البنان اصبر اي اصبر 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 27 يتحلش باب العرش تو ناخذ لكم البنان تو هذه اخر طلعه ما قلت ما تحكي يا بنتي مانيش فاضي راهي في نلقى الزيت تاعي حل خلنا نلقى ساعة زيت خلنا نلقى ساعة زيت مدخليني بعض يا صباح ولا شبيك امراه رمضان يدخل تعبديني رمضان يدخل تعبديني ولا بيت هكا انا بنعيط في الشارع هكا انا بنعيط في الشارع باهي 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 تو كي نلقى الزيت نجيب ثلاثه ولا خمسه شنو شنو شو فرخها تبوس الغاز يا لل ها هذه اخر طلعه في جمعتين تو من اللي عمرتها جمعتين يا رسول الله ها هذا كل منك انت 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 اسكتي انت انت اللي تسخني في الميه باش تتوضي به هاي دبوزه ما تشد جمعتين منين نجيب لك ليه تو القاد منين نجيبه لك ليه لقيت حق الماكله باش تجيب القاد ماني جايب حتى شيء الصرف هاي الصرف طيب على حطب طيب على هادي ورحمه امي ورحمه امي لا عندي حتى شيء ولا ثم خضره ولا ثم حتى شيء طيب على القاد اي نعم طيب على الوحد على حطب اي نعم شعلي لحطب وطيب باش تتعلمي منه هكا تستحفظي على القاد ما لا هم مدرك وما لا شبكوا سلام وسع بالك يا حاج لحظه لحظه حاج لحظه برك حاجتي بيك والله خير اشتمى لا بيه لا حط القفه غادي لا غير ما نحطها قفه نمشي نحلق بحذيك تفضل اش تحب لحظه كلمتين حاجتي بيك ايوه ترى انت بتاع الاتصالات تحبوا عنا اش تحبوا عنا معاش مسيبيننا خانقيننا يودي راكم كسرتولها يا رسول الله تسرقوا فينا شهر بهار صب خمسه تلقى عشره صب دينار تلقى الفيل ما ثم شيء كل حبال في ريحتك بس كل حبال في ريحتك ما عاش صابين حتى اتيجي حتى البرطابي مش نحي مش نحي ايش الامر هذا هذا لحظه 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 يا حاج وسع بالك وسع بالك يا عيش ماني تابع الاتصالات يا عيش ها انا فاضيلك توني مش ايش كون نسيتك ما غير ما نقرا ما غير ما نقرا تابع الهيئه الهيئه تاع الهيئه هاي ربي يعينكم ربي اخدم على ارواحكم وربي يكون في العون تونس رايبين تحضر اخدم على ارواحكم لحظه هذا حاج تو شنو فهمتني ايش قلت لك ولا ما فهمتنيش عجب حط لي هاك القفه يا عيش لو نحط فيها القفه خلاها القفه شو ندخلك فيها كلمتين مش لاقي معاك كلمتين خفاف النظر تابع الهيئه يا حاج يا ودي يا ربي يخدم على ارواحكم تونس باهي يخدم على يا حاج يا حاج تو فهمتني انا تابع شنو هو تابع ليزي ليزي تابع ليزي باهي معارضي تخسر لي سوق فيه ليزي منين جاني ليزي طول الكراب تقول تقولوا على الكراب سرقه جديده تقول لي تقول لي يا حاج يا حاج يا حاج لا يظل ينحدث فيك بالعربي ولا مش بيك مزروب اخي انت فهمني شو الحكايه انت شو القاضي يا تو تجي باهي شو تحب وسع بالك وسع بالك يعجبك شيء بلي غاف ايش تحب الشعار هذا ما عمرك ما ريتها انا شعار بتاع تونس والله تقول ولا تفهم الشعار تبع الهيئه المستقله للانتخابات ايش بتاع الانتخابات انت بتاع الانتخابات اي عجب باش تثبت توفيك انت مسجل مكش مسجل باش نعرف يا ودي اسمح شوي انا جاي للتسجيل انت بتاع الانتخابات بتاع الانتخابات مثبت قول والله قول والله احلف انت مثبت انت بتاع الانتخابات بتاع الانتخابات يا ويكم ما لويكم تو عندنا سنين ربي وين نستنوا فيكم من الانتخابات اللي فاتت تو جايين اي بتاع الانتخابات عندك ياسر تو انت تدور شو انت عندك ياسر تدور سمع انت بتاع الانتخابات ها انت بتاع الانتخابات مثبت تورجي انت 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 خبيات انت شمع يا ها Thank you.
للبرنامج احنا نجيو حتى البدا اسمع لحبيب علبي اليوم جيناك وجبنا لك معنا مفاجاه العبوا اللي لوج على سمير جاي حتى البدا بلاش نبدا نقدموا داك سمير موجود تجمع سامي الحجري ونشط أطفال. صحيح صحيح. مرتك مدام ناجي حشيش وعندك ليلى عمرها 5 سنين يوسف. ما تتفجعش. أحلى حصة اجتماعية اسمها لحبيب على الباب اللي لوج عليك يجيك حتى الباب الدار. لا مرحبا. مرحبا. والله تفجع. ما تتفجعش حصة اجتماعية جوست باش. بطبيعتي أنا ما. لحبيب على الباب هذايا العزيز عليك يجيك حتى الباب الدار ما غير ما تلوج عليه أنت. دونك. لا حاجة باهية إن شاء الله. باهية تبدأ يمكن. باهي لحظة لا. هي لحظة على التصوير هي لا هي باش تقدم على روحها هي معناها طبعا عليه التصوير معناها في التصوير كيفاه هو برنامج اجتماعي هاي هي باش تقدم على البرنامج ومن بعد نحكي لك شنو فما بالضبط عسلامة مرحبا بكم في برنامجكم لحباب على الباب كي العادة والعويد معنا الأستاذ المحامي المختص في القضايا الاجتماعية الأستاذ طارق الريابي ومعنا اليوم ضيف الحصة اللي هو الشريف وبوه اللي ربيه ولا لحظه 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 وقف تصوير وقف تصوير واحده خليني في معلش يا خويا بعد وبعد صور مرحبا بكم لحظه شنو لحظه ولا شنو محمد هي لحظه بتاو فضايح انا الفضايح ما نحبهاش راهي الكاميرا هذه وكذا واحد ما مسمعش يعطيك الصحه اي وصل بالك وصل بالك اي فهمني يا خويا هبط خويا قص التصوير وبعد يا مره بكيت قصينا تصوير لا بكل ما عملت لك التصوير يا عم فسر لي علاش مرحبا بك معناتها لداخل مش حتى سمير الحجري هكا ولا سمير حجري سمير حجري متزوج مدام نيجيا هكا ولا باه احنا جبنا لك ولدك ها هو ولدي عزيزك ليه ولدي عنا وليد اخر تصلي عني تصلي عني عملنا عملنا تصلي عني بيا يا ولدي كاع ولدك عني وقت تصلي صلي ولدي صلي عني بيا يا ولدي وقت ولدته هذا هو ولدي عنا وليد اخر اليوم ليه ولدي تنحى ولا ينحى والله ما نعرفش شنو اللي فيه هذا تولي لا 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 ني شي برشا بقايا صحيح انت ما تمشي غادي كخدمتك غادي معناها اكيد انت خاطر الوليد اصلا انا وليد نتاعك يا حمد ديك انا وليد معاه ها هو ولدي ها هو ها هو لحظه غنجيبوه لك تشوف انت نجيبوه لي يا محمد هذا هو ولدي يا حمد ديك لحظه يما شوف شي يا حمد ديك لحظه يا حمد ديك بعد شوف شي لحظه انا لحظه يا حمد بوك يا دي ناحيه يا حمد تعليك طول ما شكل لحظه شو انا لحظه مش التهمه دي تاع لا لا سمعت يا عم والديك التهمه دي يا عم والديك بعدي حتى زعما يعطيك كذا يا عم بوك يا كلمة دقيقه يا خويا هز يا رحم والديك برا يا خويا رحم والديك برا يا رحم والديك برا يا رحم بوك على الطفله برا يا خويا هز يا رحم هز يا رحم والديك هز خويا غادي يمشي غادي تمشي غادي يمشي غادي ما يمشي نمشي نحكي برا خويا نمشي نحكي في القهوه برا يا خويا برا يا خويا رحم والديك انا وليد ولا كذا يا رحم بوك يا خويا امشي هذا ولدك ريت وهذا هو برا يا رحم بوك برا يا رحم بوك يا معلم يا رحم بوك برا امشي والله فما سمير حجري قسمته بربي العظيم واحد اخر في دار فضار وفي سكر سيدي فرج هذه سترن سيدي صرح وما تقوليش قسمته بلا فما في دار فضار الحجري هكا الحجري كذا وفي سكر سيدي فرج الحجري هكا كذا خاتيني يا رحم بوك يا ودي يا رحم بوك يا ودي ما نعرفش روحي انا ايش عملت يا ودي هذا يا ولدي برا هز انا انت سمير الحجري معناه متزوج ناجيه حشيشه فما علي مش موجوده لا لا انت موجود يا مدام مانيش باش نرمي وهكاك معناتها هذيك انا مش جاي نتبلى عليك ما تجيش زوم ما حسيتش بيك عايش ما حسيتش بيك انا حاجتي مش ما تجيش زوم ما حسيتش بيك لا ما نعطوش لقب هذا هو ولدي جيب خشير وطيش انت برا يرحم والديك عزبك فما رب برمج الناس الكل تعي ولدي تعرفني 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 انا باباك بعد مشكل صغير وين يعرفني تعرفوا ما سبانيش والله اللي سباني سبه ها هو يعني توراني 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 عرفت اخزر واخزر هذا والله اللي سباني بكيت يا حمدي يا ترى حمدي شو هذا ابو غادي برا 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 حرام عليك انت شو جايب وتولى هنا ولا حرام عليك برا اخويا يرحم والديك برا 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 حرام عليك برا سامحني نكلمك خلينا نكلمك خويا احنا جينا من الناس الكل كذي كنتي هذين مدام فما عندنا فصل 217 مكرر
يقول لك يا اخوي كان تحب اللمد والحكايه بلا غير ما كانت لمد يا ودي تفرت من لمد هذه اسمعني نكلم ايش عايز اخوي ايش عايز ايش عمرتي يا استاذ خلينا نكلمك خلينا نكلمك خذ خذ نتكلم فيك انا خليني نفهمك طب ما تقعد تكلمني فيها تكلمتين صغار خلينا وفما تحرير اذا كان ما تحبش وما تحبش فما المدام هاي مدام تقريبا نخليه الوليد بحذاك نعم تحليل نعم تحليل ليش انا اطفال هذا قلت انا اطفال كانت قلت ما لا ما مشكلة جبتو هنا خاي طيب ما قالتش عليها في بالي بحق شيء ما قالتش اللي عنده علاقة بالي ما في بالي لا وبدرق عليه في بالي يمشي يخدم السوس يعطيك تحليل المرأة من سوس ما في باليش المرأة من سوس في باليش المشكله هذه في مدام مصيبه انا ما عرفش عليها اختي ما نعرفش يا مدام وليد بيه يعطيه اسمك نعمل له تحاليل شد عليه كرتاب شد عليه شد الطفل شد الطفل ابعد عليه شد الطفل شد فيه انا طب يجيب الطفل هذا سبب ليش زبالي يا زيزي ما خليه وصل علي ما تشخلي له وصل علي ما نمشي ما نقعدلوش انا في الدار انا هو انت تبيتي بيه انا ما في باليش بيه يا اختي نعرف انا ما في باليش بيه هذا هو ولدي انت هكا ولدي يزول الصراحه يا ولدي الصراحه بصراحه ما عنديش سيادات نعرف خاطر انا نعرف ما يعملش انت تو تبارك الله راسي وشعري ما راسي ما حسيتش فما قانون وفما تحاليل وفما قضاء يا مدام واسع بالك واسع بالك في بالكم لان كل المل كيف كل فريق الكل واللي بين ايدي يحصل كش الاولان يا طيب اخرج علي اخرج اخرج يا ودي اخرج المراه هذا اخرج يا ودي ما تدخليش لهنا اخرج فاتك عليك وش عبالي وش عبالي وش عبالي يا ودي اخرج علي عايش عيش انا عيش عيش وش عبالك يا مدام وش عبالك يا مدام وش عبالك ما فيش وش عبالك كيفاش تاهي المشكله ماشي مساج انا بالي هي عجيش ربي اللي عندي هذه عندي يا ستة فيه هي فلوس وماشي يعني نفتي في سواق جوز ولوديك يا مدام يتربيو مع بعضها ليه أختي هو ولدها لا سامحيني ما نشربش أخوة راهم حرام حتى يقعد مربي ما نشربش شو نديك يا مدام يا مدام يا مدام حبيبك يا مدام حبيبك يا مدام مشكلة بالي تقولي مدام اخرج شو بدي اخرج يا مدام يا ربي لو انا ليك اصبحت تستعمل مشكلة بالي تاخذ ادق سيب يخرج يا رحم بوك اخرج اخرج يا ودي هبط بزهر بيلعب تصور ما تصورش بغيت يا ودي ايش انا القانون انا القانون يا ودي ايش يا رحم ودي ايش ما تغشش مصيبه جبتين خلي الوليد بحذاك نخليه خليش انا نخلي حتى الطفل نعملوا التحاليل نعملوا التحاليل خاطر فما محضر كامل راهو خليش حتى الطفل انا تو خليه له سوا علي ذا ويمشي خليه يخرج يا ودي ما تخرجوا منه علي يخرجوا علي شنو هذه المشكله المشكله اللي جبتوا هذه ما هيش مشكله ليه اخويا مشكله مشكلة ذي اسمعني وسع راسي يوجع فيا من طلع راسي كيفاش تربي واحد كيفاش تربي اثنين انا ما عرفتيش انا حتى مدام راهو الموسيقى نخليه علاش هاكا جابو قال له هيجوا بعد يكذب عليك يكذب عليك يكذب عليك ما شفتوش الكركر فيه كبدة حنت الكبدة وراس اختي الكبدة حنت كاين وراس ما راجي ما شفتش خاطر انا نعرف وراه راجي نعرف نعرف انا شنو عاقل نعرف عاقل مال الطفل هذا ما تعرفش ما نعرفش انا الطفل تاع شكون انا نعرف كان هذا ولدي يقعد عندك حتى لين يحضر لا اختي ما يقعدش عندي لا يقعد عندي لا نقعد عندي لا اختي ما يقعدش عندي ما يقعدش عندي المشكل اللي جبتو هاني المشكلة جبتو هاني المصيبة فما اسمعني يا مدام فما قانون لا ما نحبش حتى شيء انا ما يقعد كان ولدي ما نعرفش حتى تقول لي اشكالية يا مدام الاخير طيب واحد حكاية كاميرا كاشي في رمضان ان شاء الله مع جمال ديا كاميرا كاشي مع جمال ديا ان شاء الله كل عام يا حمادي
ان شاء الله ذي اخر فجعه ان شاء الله هذه هي فجعه انت عم الفجعات الكل ركبت والله سقينا ما عادش نجم نكمل والله ندفع لي القناه الجنوبيه مرحبا بكم مرحبا بكم زوجك سي سمير الحجري صاحبنا واخونا مرحبا بكم وحبوا الاطفال وحبوا حتى الكبار عايشكم عايش وسبقوا انا شوف ايش ولد ايش احنا حابين شنو احنا حابين نعملوا اموال فما ناس بصراحه حنقولها منسيين شويه على في الاعلام كما اخونا سمير في برشا حاجات حابين نذكرهم رمضان هذايا شوفهم الناس فدلكنا معاهم كاسحه شويه فدلك لما حاله انا مش مشكل في الاخر كي تقات فدلك تتفردوا الناس كل ان شاء الله تسامحونا ساعه صباح والله شوف الاضرار شوف الاضرار شوف الخساير زوز تليفوني يا وطني لك وحجزت تذكرتي وودعت السنابل والجداول والشجر وأخذت في جيبي تصاوير الحقول أخذت إمضاء القمر وأخذت وجه حبيبتي وأخذت رائحة المطر قلبي عليك وأنت يا وطني تنام على حجر يا عجم يا أيها المسافر يا شبيك تنوح حشبيك بالله الرحمن الرحيم أنا عمدة يا عمدة تدخل أكاكا أشبيك عم أشبيك عم كان بحاته وانا سفر تحكي عليه طول بلاد الكل مسكره يا رسول الله حتى من الحجام مسكره ما تلقى ونشم وانت تحكي على السفر نزار قباني ولا نكد تو هذه امور اكبر من مخك يا نقاط انت شوف همت من السفر يا نقاط يا ودي ما تنجمش تسافر لا ثم تاكسيات لا كيرين لا ولويك حتى كار باش تركب فيها راهو بالترخيص اللهم السفر على بهيمه اكساعه ما يلومك حد شو الحكايه يا عمده يا عمده يا عمده السفر يا عمدة ما هو السفر مادي تفهم فيها شنو السفر مادي خويا نجم تسافر يا عمدة هاي وانت معناتها في دارك عجب مش بالضرورة لازم السفر مادي متجنح كيفية شادم ما تفهمش الحكاية هذه ما تفهمهاش طب متردي مصدق فهمتك هذا تسافر وانت في دارك مش سفر مادي فهمت معناتها الموضوع فهمت فوالا هذا الهبل اول مره اشوف عمده يا ابو والله نضحك عليك والله ني نضحك عليك مش انت تضحك علي بالله متسافل تقط على راسك يا ولد الشراب باش يهبلك راهو باش يجننك ربي يتوب عليك من هالاف ربي يتوب عليك والله لك كذبه نزار خباني قال قلبي عليك يا وطني وانت تنام على حجر وتقفطن الهريسه مشكلتنا قول اخويا صح ابو الشعر والله قول صح مشكلتنا نقار احنا تو ريت صراعنا مش مع الكورونا احنا تو صراعنا مع الوعي يا شباب الوعي شنو الوعي بتاع الشعوب الصراع الحقيقي تو مع وعي الشعوب يا عجم حتى توعي انت باش توعي العباد بلا توعي عاد وتوب عليك ربي وتفيق على روحك انت ناقص وعي انت ناقص وعي ربي ناقص وعي انا دخلت لكم في اللاوعي باش نفهم الوعي تفهم فيها اللاوعي متاعك تعب ارجع للوعي الصحيح متاعك ويدي عليك مهر الوعي هذا الصراع الحقيقي تو الوعي نحكي عليه الوعي متاع المعرفة والثقافة تفهم فيها هاي ها انت كان جيت عندك وعي وثقافة يا سي العمدة تفهم مش معناتها السفر ما غير سفر وانت قاعد نجم تسافر مش قولي تسافر على بهيمة ما فهمش كيفاش حاطينك عمدة ولا لا فهمت عجب تفهم فيها ولا مش فيك نفهم فيك نفهم فيك السفر تنجم تسافر تو السفر ها طيحوكم 20 فرنك الحكومة المؤقرة بتاعكم طيحت 20 فرنك في السفر احنا بيدنا مش والله باش تحب واقع احنا راه وقفنا معاكم وطيحنا لكم 20 راه ما تقولوش ما لحقوش بيه ولا ما خدمناش طيحناكم راه طيحتونا اي شكونكم استاذ طيحتونا خلينا نفهم مكان دجوج احنا السلطه يا اخي انا العبده مش نمثل السلطه فاتتني هذه يعطيك الصحه اي احنا لا بلغني تشكراتي للسلطه كثر خيركم 20 فرنك
طيح لنا 20 فرنك في البنزين. ايه اختي يا حليف، احنا عملنا خطوه طيب نحو هذا الشعب، وبعدين نحسوا بالشعب. انا كعمده قاعد نحس رانا مسؤولين من رئيس الحكومه للعمده، ومالاش نلعبوا. احنا كنحوكم 20 فرنك، احسب انت 10 ايترات نحي منهم كل ليتر 20 فرنك. احسب وحدك، المواطن لازم يكون له وعي هنا. الوعي يبدا يحسب طول، المواطن طول يجب يعمل الوعي نتاعه ويخدم الوعي نتاعه ويحسب. اش تفضل منها 20 فرنك؟ اش تفضل 100 فرنك؟ 100 فرنك تنجم تاخذ بها مثلا انت كعبه حلوه، وكعبه الحلوه هذيك تمصها وتكون حلوه حاره باش تنحي لك الريحه نتاع الشراب اللي تدجع. صار عندها مشكلتكم على الشراب نقارك. تنساش حاجه نقار، شكون وقف معكم في المحناد؟ شنو هو تكون وقف معانا؟ لا تنساش جماعه الجوعه، ما من الجوعه تبرع بالملايين الصندوق نتاع الصحه. ريتها وقت تحك ركبه سي نقار، لا تلقى حزام لا تلقى حتى شيء. تلقى كانت زبراطة باهي. عجب، هذه ما في باليش بها هني بتحب الحق. اما راهو زاد ثم معلومات ما نحبوش نطرحوها للشعب. ثم راهي الدول ليك عمده هاي اجتماع جهوي وكذا، ثم اجتماع على التعاون، ثم دول عاونت بيناتنا يا عجب ما تخلينيش في المشاكل. ثم دول عاونت؟ اي ثم دول عاونت بالله. والله كيما شكون مثلا؟ كيما فرنسا. معلومات عندك؟ كيما فرنسا. فرنسا عاونتنا. لا عاونتنا الحق، قال لك معناتها ما يحبوا يجربوا اللقاح في افريقيا. هما ما هو ديما حاسبينها في ايران نتاع التجارب. شنو شنو؟ حبوا يجربوا. ما في بالك زادها بالمعلومه هذه اللي اعطاك المعلومه. في بالي متاكد منها المعلومه يا عجمي. ما تنجموش تفرحوا بها حتى هنا، ما تنقدوش الشيء هذا، ما تنجموش تنقدوه هنا. لا لا نقدو احنا، باش نكون معك صريح. انا كعمده لو ما في باليش، اما تو سمعت راني باش نخرج وباش نندد. باش نندد؟ اي نعم ندد. اي نعم، لا للتجارب اخويا بالحق. شو بتعمل يا ولد؟ ما حاسبينها في ايران تجارب يا عمده. شنو حاسبين؟ اي كي تحب تجرب على الاقل هنا، تجرب في الصبيحيه نتاعها في تونس. او اخت اسمع العمده. ها مال تعرفني يا عجمي بكري العمده؟ شو تعرف؟ لا نعرفك، ما توقعتهاش منك. كلام العمده راني كلام كثير يا عمده. ده العمده ينجموا يكسروك عليه راهو يا عمده. شنو لا بطير راهو الحق. احنا ناقصين مشاكل مقضوب عليهم رانا حنيا. كلام هذا يكسر. ما جني طلع تو صبيحيه جربوا صبيحيه. يا 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 عجمي انا قلت يحبوا يجربوا، خلي يجربوا خلي يجربوا. هل بتشوف اضبط لي روحك تو؟ شنو؟ خمش يجربوا ما دام مش مفيدوا الناس الكليك، خلي يجربوا. انا بتشوف بالله تقول انت خلي يجربوا؟ خلي يجربوا. اصدر بيان يا عمده، اش فيك ما تصدرش بيان؟ انت هذاك شو اسمه لاحظتش حاجه تشرب نصب لك؟ لا 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 مازال يا ميت شبيك داب الراس. اما لاحظتش حاجه شفت زعما هني في رمضان ولا مش نصيم؟ والله العمده قالوا شعر بيكم اجتماع مازال ما حملوش خويا. والله انت المفتي معلق السلاف. هي حتى ما سمعت معلومه ماهيش مؤكده يا عجب، بس قالوا العمده مش يقول لهم مفتي. خويا اللي في بالي بيه معناتها المفتي معلق السلاف، وممكن ياسر ما يخرجش رمضان هذا زعما لو ما دام معلق السلاف. هذه تحيي عند علق الاسلام للمموة هي طوى القانون. ايش يقول لك للمموة؟ احنا العمد راه لازمنا نفطروا. تفطروا العمد؟ اي ليه؟ خبش تقنع المواطن ما ثمش سميه دريقه كل شيء حرام. مش حريكم انت. اي ماشي وجعي ما ثم حاجه نقارة ما تضيعنيش فيها باش ما ننساش. شنو هي؟ لاحظت شكا لقرعه ماك السفير بتاع السفير بتاع فرنسا. اي شبيه ما ثماش ريحه ضاري في كل منبه. والاول ملي دخلت الكورونا جبد روح ودي باش نحكي لك حكايه. ني ولمسين ماشي مشيت في الصف وشبهت عليه يا ودي. حسب هو على مرتب جيت لوح نسلم عليه فلا صف في الصف نتاع السميد. ودخلت بعدي نهار مشوم قلت المقيم نتاع المقيم العام نتاع فرنسا بط بروحه للصف يلوش في السميد ولا دخل السفير بتاع فرنسا ياسر النقار يستنى سميت. ايش بيه عيب هذاك؟ ما تجيش يجيه القمح ياسر النقار هكا سبوله خارجه. هذاك يحصد من قبل ما نحصدوا احنا يا نقار. واحد نشد الصف نستنى السميد. الدرجه هذه ما انا وين نسيتني على جيتك؟ دخلتي منا خرجتي منا وفي اللاوعي والوعي والمقيم اختل. انت تو نغصت علي كنت شيخ على جابد لي على السميد وجابد لي على كنت شيخ على نزار قباني يا هارب منكم. دي مشكله كبيره تو لهيب نزار قباني راهو تعرف السميد والفارينه كان مشتقنا الكورونا كلها في جره السميد والشعب مش واعي يا عجمي. يضم نوقفوا للشعب وللمنطقه كامله.
سيران انا قار مش معاك كورونا انا نقولها قولها قال العجمي نور شمالك هني على الحيط مال عليه سيران تو الحقيقي مش يبدا مع الفقر يا نقار الشعب جيعان يا نقار الشعب جيعان جيعان وعريان وانا هذا ماشي الوعي يا نقار تعرف عجمك ذكرتني حق اسمعني يا اخي ما قيدتش انت في اللعانه تو انا قيدت في اللعانه عجب أنا مصر سيدي من الدولة أصل ما استنتهاش ما غير كورونا ما استناها في وقت كورونا والله يدخلونا بعضنا فاللي أنا لواحد منا ثاني عمدة والمصر الثلثة لا عاد فاهم حتى شيء مش لازم تفهم إيه مو على الأقل كيفاش نقيد أنا جيتك أنت يا عمدة باش تقيدني عجمي باش تقيدني فيك نورمال ترى أنا نشرب ولا أنت قاعد تشرب يا عمدة أنا مش قايد العمدة إيه هي العمدة مانيش فاهم كيفاش ايه انا مش نفهم في بلاصة العمدة عجب وانت الوقت تلوج اللي عانيت شنو الوقت تلوج ليه انت فيه بالركبة نية همنين جاي حتى انا على حتيته وما عنديش يا رسول الله نسبق ما نلحق انت معناتها العمدة طبعا مش تاخو اعانة ايه شبيه ما ناخذوش معناش حق عنا سقطنا ليش عنا على 400,000 ولا 500,000 ناخذو فيهم هو كان ثم واحد يستحق اول ناس هي العمد اقبل حتى العائلات المعوزة نقول اشكون ردك منك للعين يا عمدة نقول انتم ما كنتم تعطوا فيهم الاعانات شكون مين اعطوا فيهم؟ ما شكون يعطوا يا مو لازم تقيد هكاك هي لعبه هي قايد روحك وحطوا وين نعرف عليهم هم قالوا لي حط 100 نجمه 190 نجمه وحطوا كي تو يطلع لك 190 نجمه اي 190 يا عمده يا عمده 190 نتاع الكورونا هذوك مش نتاع الكورونا 190 ما انا قديش النور مش تاخذني يا عمده قديش النور بتاع الواحد يا دي ما كنتم تعرفوا تتصل فيها يعني وين نعرف في المال اللي بتحضرت معاه في الاجتماع قالوا بالفرنسي دستانسيس ولا دستانسيات في حاطين لك عمده زاد ما فاهم شيء هذيك ربي يا علاش ما كلموناش بالعربي تو قالوا بالفرنسي ني هكا الثوري 17 10 هكاك 17 مارس مش استغفر الله العظيم مش مخوجني راك 10 17 اي 10 17 مش هكا يا ودي انت مرة المد بتاعكم تاي قيدك يا عنده برا موك حاسق بيعانا ايه برا المد بتاعكم طول يا ودي المعتمد بيمشي لهذه جاية من الوزارة من فوق ما عندهش حتى دخل المعتمدين ايه اشتغل كل من الوزارة شدك شدك يا انا مش قيد العمدة شد قيد يا هدي العجمي مش قيد العمدة يا عجمي انت شدك كيفاش مش قيدك ها شد حتى نجمة نجمة ايه اي نجمة حطيت نجمة اي زيد زيرو بس شوية زادت على دو لا زيرو زيرو لحظة خويا عجمي خويا ما عادش بك يا راي قال لك اللي يمشي برليز ترى باش عيني تحلم لي عشرة سبعتاش يا دي هات نمرو بطاقة تعريف اعطيني بطاقة تعريف بار هات جي ليات من عليك هات جي شوي نمرو بطاقة تعريف تحطش العمدة رد بالك يا عجب برس ميمت شنو تحطش العمدة تقولش العمدة خلها في السر ما شو نقولهم انا عمدة عندي ما رد بالك يا عجب خليني في المشاكل طب نحط نمرو بطاقة تعريف بتاعك اي حط ما تقولش العمدة هم يستبل على نخليق العمد باه اربعة ستة صدق شو طلع لك يا عجب عجب وش قال لك برا حطيني معاك ايش قال قالك يا سيدي اي اتصل بالعمده هي ها قول ما هو العمده قول اني معاكم العمده قول اني معاكم العمده هي ها قالك اتصل بالعمده اتصل بالعمده ايه لو تقول لهم اني العمده يا عجب ليه قلت عليه بجرب لي عليه هك ليه قلت لهم انت العمدة تقول فلك هذي قلت لك ما عرف ادلك توني جيتك هاك وقول حبيبي ما قلتش اتصل بالعمدة ها ندري عليهم اني طلعوك يا ما تعطي في نمري الواد تقول لهم اني مع العمدة اكلمكم يا دي ها نزلت 211 شو نزلت شو نزلت شو نزلت هذا حكاية جايبها لي طوى يا عمدة ليه قلت لهم انت عمدة ما نعرف عليك ما لها قلت قالوا لك العمدة ها وقلت اتصل بالعمدة نعرفوني اني العمدة كان مش انت توني ما قايدت الجملة توني ما حكيت. قالك اتصل بالعمدة. توني ما هكا تعمل فيها العميل هذه موش باهي راه عاونتك شوي وقفت معاك شوي شبيك هكا؟ شبيك هكا يا عمدة شبيك أخي؟ يا عمدة شبيك يا عمدة؟ أنا قلت عليهم ها عمدة قال لك عمدة اتصل بالعمدة. عمرك ما تطر شيء. شد عليك بس. دي ما تطر شيء. جيت قايد فيك على شو اسمه المزيان. إيه تعمل لي مشكلة مع السلطة باهي. يا دي أنا السلطة. تعرف فينا ربحنا العمدة ايش قالوا جيت الواحد ما
والله يديه يديه خاتل جال سكيرجي قوادم تاعك يا بابا سكيرجي نضيفت عجمي لعبكش نضيفت عجمي سايبة ما سانا سايبة سايب يا عمده سايبك وباه العمل اللي عملته سايب يا عمده يا عمده سايب رأي ما استطلع لي التونسي ايه تعمل لي مشكلة مع الدولة ليها ليه ليه وده حرام عاونتك شوي والله ما قلت لهم ليه هك سايب يا عمده يا عمده سايب رأي ما استطلع لي يا عمده هاي شو بتعمل انت تو بالله ولا بالحق ما استطلع لي يا عمده جاي مع العمده سايب يا عمده عمرك العمده كلها في راس هي اتصل بالعمد هات نمروه العمده هيك عجب يا عجب ما تعمل هيك سايب يا عمده شوف شوف 200000 تدخل دخلي خدمتي